متابعة، هي متعارف عليها بالعرف اللي عندنا يعني. توقع الطفل، تأثر على المرأة الحامل، سوى مشاكل، مرة تطلع بالليل كبيرة بالعمر، هيك يعني. أكو شيء اسمه سحر، بس إحنا جايين نقول إحنا أكو شيء اسمه، أنا ما متعمقة بهذا الموضوع، بس السحر موجود ما دام مذكور بالقرآن فهو موجود، بس التابعة ما أدري ما أعرف. بعض يقول لك موجود فعلا، وفعلا موجود ويتم معالجته عن طريق بعض السادة والمشايخ ورجال الدين اللي يتم مراجعتهم، والبعض لا يقول لك أنه مجرد هي أمراض نفسية يتم مراجعتها للأطباء النفسيين ويتم معالجتهم. التابعة أخي العزيز تجي عن طريق قلة الدين، قلة الإيمان، يعني أغلب النساء تجي أو بتعدوا عن أمور الدين. البيت بيه بركة إذا كان بيك الصلاة الخمسة القرآن، لذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دائما يذكر بسورة البقرة فرضها بالبيت. تابعة إذا مرة جابت وإذا تروح على غير مكان على مرة ثانية يصير عندها تابعة، أو يسووا لها يعني فتفعل سحر أو شيء على مود ما تحبل المرأة وياي التابعة. طبعا هو موضوع التابعة نقدر نطلق عليه أنه موضوع متوارث من قبل أنه أهالينا، وبعض المصطلحات مثل نقول قالت جدتي أنه موضوع التابعة. بس اليوم أنت موضوع التابعة أغلب اللي يؤمنون به 90% هم من النساء. مشاهدينا بعد هذا الاستطلاع خلينا نرحب وياكم بالضيف اللي انضم لنا في فقرة حقك تعرف، الدكتور عمر حيمور أخصائي طبي نفسي والإدمان، للحديث عن التابعة وعلاقتها بالإجهاض وعلاقة الضغوط النفسية أيضا بالإجهاض. مرحبا فيك دكتور. أهلا مرحبتين. أهلا وسهلا دكتور عمر. شفت الاستطلاع أكيد، فحابة أسمع تعليقك قبل ما نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع. يعني من المتوقع أنه يكون نتيجة الاستطلاع كذلك، يعني لأنه منتشر الكثير من خلينا نسميها الاعتقادات اللي ممكن تكون مش في أحسن حالاتها من الواقعية، يعني ما بدي أحكي الخاطئة، لكن هذه الاعتقادات منتشرة في سياقات مختلفة منها دكتور. أقاطعك وأقول لك اعتقادات أم خزعبلات؟ في ناس يعتقدون، خلي بساطة أحمدي، إحنا هدفنا نوعي المشاهد الآن مدى صحتها، يعني شبه لا يوجد دليل على صحة هذه الأفكار أو هذه المعتقدات. مرة أخرى، لأنه في ناس يعتقدون بأنها حقيقية، ولكن مدى صحة هذا الاعتقاد هذا اللي هو قابل للنقد. يعني لما نقول التابعة أو أم الصبيان، يعني هل هنالك حتى دليل؟ حتى الوحدة في أشهر الحمل الأولى يبدأوا يحذروها، إذا أنت تعديتي هذه المرحلة 3 شهور الأولى فعلياً تعديتي مرحلة الخطر. هذا طبياً أخطر منطقة، أخطر فترة في الحمل أول 3 شهور لتثبيت الحمل، وهذا لما يزيدوا عليها حملها والوضع اللي هي فيه أصلاً، جميع هرمونات وجميع خلايا الجسم تكون في حالة مختلفة عن أي وقت كانت في جسم الأنثى قبل الحمل، فيزيدوا عليها حالة نفسية وضغط نفسي بدير بالك من التابعة، فأنت يعني هيك خلص زرعت في مخها أنه في شيء ممكن زدت عليها ضغط، يعني فهذا الضغط كفيل بأنه ممكن يأثر بشكل خطير على هذا الحمل. لكن دكتور يوجد حالات فردية معترف بها بأنه المرأة تعرضت للإجهاض عندما رأت هذه التابعة على شكل قطة، على شكل امرأة شريرة، امرأة عجوز، وضربتها أو طاردتها في المنام، صحيت عدم مؤاخذة لقت نزيف والحمل تم تسقيطه. هذه المعلومة إذا قلنا هذا الواقع يحكي بهذا الشكل، أنتوا كطب نفسي شو تحللوا اللي صار ويا المريضة؟ تكملة للي بدأت فيه، بعد ما طرحوا عليها أنه وعلموها بوجود ما يسمى بتابعة أو بما يسمى بأي اسم هنالك شيء ممكن يجي يشيل منك الحمل، فهي راح تصفي تحت وطأة هذا الضغط، هذا ضغط نفسي يؤدي، ممكن يؤدي إلى قلق وتوتر شديد وحاد كصدمة مثلاً، تكون ماشي في أي وقت في أي فترة، إذا صار معها مثلا رد فعل مفاجئ لصوت طلع إشي وقع مثلا انكسر، قطة مرقت،
انت حكيت قطه، هل هذه القطه يعني هي اللي بعتت شيء؟ لا، قطه مرقت مع التوتر وحاله الشحن اللي هي مشحونتها من اي شيء ممكن يصير يجي لها، ممكن يسوي عندها رد فعل شديد وتوتر توتر عصبي شديد، ممكن يؤدي الى انه يهدد بصحه هذا الحمل. وفعليا التوتر والقلق النفسي هو الذي ادى الى انه ياثر على الحمل. التوتر والضغط النفسي هذا باب بحد ذاته يستدعي تطرق اليه حتى وان لم تكن الوقفه متانيه. كم يلعب دور في حدوث الاجهاض؟ يعني ممكن يكون هو السبب الرئيسي للاجهاض وجود توتر وقلق نفسي شديد، لانه القلق التوتر النفسي الشديد يحدث خلل في الهرمونات في الجسم، واي خلل في هرمونات الجسم في الفتره الخطيره اللي هي اول 3 شهور ممكن يؤدي الى انه هذا الحمل يكون مهدد بانه ما يكمل في احسن حالاته. ممكن يعني امكانيه حدوث الاجهاض يعني مع عوامل اخرى بدات وفي توتر وقلق نفسي شديد احتماليه وارده جدا يعني. والتوتر والضغط النفسي ما بعد الصدمه، بعد حدوث الاجهاض، والضغط اللي يتم من قبل الاهل خصوصا اهل الزوج حابين نشوف ولد لابننا، قديش يلعب دور في خلق مشاكل نفسيه مستقبليه لدى المراه؟ ما احنا يعني خصوصا اهل الزوج، يعني انت صرت تتهمي جميع اهالي الازواج بانهم هم ممكن يمارسون ضغط شديد تحديدا على لم تحديدا اقل جميع مثلا أهل مثلا الأزواج. مثلا اهل بشكل عام بشكل عام هذا حتى الضغط. احيانا اهل الفتاه نفسها، الفتاه نفسها خوفا من انفصال هذا الفتاه او حتى ما يتزوج عليها. تفسيرات عام، ويعني كل ناس لهم ارائهم ولهم يعني ظروفهم، ولكن بشكل عام احنا اذا ما بدنا نخصص بدنا نعمم انه التوتر والقلق الشديد، التوتر والقلق الشديد ممكن يؤدي إلى تهديد صحة الحامل وحملها. ففي فترة الحمل وتوقع مولود أو حتى التخطيط للحمل، الظروف العامة من تقليل قدر المستطاع للضغوطات التي تحيط بالمرأة والرجل، الزوج والزوجة، يساعد في حدوثه في أحسن حالة. وإذا حدث لا سمح الله إجهاض حقيقي وفعلي بغض النظر حلمت ولا ما حلمت، تسعى وتطلب الرأي الطبي، ما يعني لا تنتظر لتكرر حدوث الإجهاض حتى تطلب رأي طبي. والرأي الطبي يعني يبتدئ كما هو النظام الطبي، يعني متخصص في الحوامل أو بشكل عام، ولا تهمل الجانب النفسي، لأنه كمان القلق والتوتر ليس بالضرورة بسبب ضغوطات، هو قلق وتوتر عام يدعى بالقلق والتوتر العام، هذا يعني منتشر بشكل شديد بين في جميع يعني في جميع أنحاء العالم، وهو مرض وبحاجة لعلاج، وعادة ما يبدأ بأعراض جسدية. صحيح. أنت لما قلت يحتاج إلى علاج التوتر والقلق خصوصاً لما يكون لدى المرأة الحامل، هل العلاجات النفسية لاضطرابي القلق والتوتر آمنة على صحة المرأة الحامل؟ هذا إذا قررنا أنه نحن نستخدم علاج دوائي في حالة أنه كان هذا القلق والتوتر شديد مسيطر عليها، شديد لدرجة أنه يؤثر على الحمل أو على الحامل، فاضطراريا استخدام هذه العلاجات، نعم هنالك علاجات آمنة في الحمل وتعطي نتيجة مبهرة، ولكن ليس بالضرورة العلاج هو العلاج الدوائي. دكتور، من الوجهة الأولى، ولا قلت عنها في حديثك، من الوجهة الأولى عندما تواجه المرأة خطر الإجهاض، يعني خصوصا نفسيا قلق وتوتر بتعلقان في موضوع الإجهاض، تابعة تشوفها في المنام؟ خلينا نأكد هاي الفكرة ما رح نفيها. تتوجه للقارئ الشرعي ولا تتوجه للطبيب النفسي؟ من الوجهة الأسهل والأكثر أمانا؟ الآن القارئ الشرعي للأسف هذا المجال، وهو مجال يعني ممكن أنه نسميه غير واضح، فهو مجال فيه لغط كثير وفيه تفسيرات متفرقة، فاحتمالية أنه يكون يعني ما بدنا نتهم، لكن أناس يستغلون هذا المجال وهذه الاعتقادات وهذه التخاريف في بعض الحالات للكسب منها،
ويعني لاستغلال جروح الآخرين. فالأولى الاتجاه للمختصين، والمختص في جسد الإنسان الآن وبالعلم الحديث اللي وصلنا له، يعني صرنا 2020 خلصنا 2021 صحيح. الطبيب أتوقع هو أفضل مكان، الطبيب بغض النظر، طبيب إن شاء الله طبيب رئتي، نعم، لأن الطبيب عنده علم، تتجه إلى صاحب العلم، صاحب العلم، وتكون واثقة إنه هذا الطبيب تحت قسم، فإذا كان لن ينفعها فهو لن يضرها. بالضبط. لكن هذا المعالج أو هذا الدجال أو هذه العرافة يعني ما في داعي. لنا بحيوان أسود لنذبحه ونقدمه قربانا للإله لمنع حدوث أي كوارث أو ابتلاءات مستقبلية تتعلق بحملك. هذا للأسف ما نستطيع أن نختم به فقرتنا، وما نستشفه من خلال حديثنا معك دكتور بأنه لا يوجد شيء اسمه تابعة في الواقع للطب النفسي. نصيحة أخيرة توجهها للمشاهدين، مشاهدات تحديدا، أرجو أنكم تعطوا صحتكم النفسية قدر كافي من الاهتمام للجميع. دكتور عمر حيمور أخصائي طب نفسي والإدمان، كل الشكر لك، شرفتنا في حقك تعرف، ولنا سنفرد أبوابا كثيرة في هذا المجال، مجال السحر والشعوذة وعلاقته في تشخيص الأمراض. كل الشكر لك دكتور عمر. أهلا وسهلا، شكرا لكم.